يزيد فضلك. السلام عليكم سي محمد. اليوم هذا الاجتماع خصصناه به الاولى، الهدف تاعنا الاول باش نقدموا شويه لي دوسي تاع اللعابه الملفات. الهدف الثاني تاعنا اليوم هو تقريبا اجتماع تقني، تحضيرات باذن الله تبدا الاسبوع القادم تدريجيا، تحضيرات تدريجيا. والاهداف، الهدف الاول هو تكوين فريق تنافسي. في الاول مهله كنا صديق، كنا حضرنا معكم في حصص لارتقاء شباس لا بروسبكسيون، وكانوا صديق مسؤولي تاع الاداره تاع الفريق يتكلموا على اهدافه، وهو الهدف الاول وهو صعود الفريق لاول مره. واش تقول انت وانت كمدرب، واش قلنا؟ الاداره راهم دايرين في لسانهم الهدف هو الصعود. علاه لا، حنا كي تيكون فريق تنافسي، دير فريق تاع تنافسي تقدر تلعب على لاكسيسيون، مي جات حنا ما نقولوش لا، مرحبا بها. خلوك اخر كلمه تقولها لك. نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الاداره اللي داروا فينا الثقه التامه، في سواء في الاتقاء اللاعبين ولا في ولا بصفه تاع مدرب تاع الفريق الاكابر. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن تاع الفريق تاع الاولمبيك، وان شاء الله بربي ان شاء الله نديروا موسم كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخ محمد، مرحبا بك هنايا في المكتب تاعنا تاع اولمبيك مدينه سيدي العباس، وين اليوم اجتمع الطاقم الاداري والطاقم الفني مع اللاعبين تاع الاكابر، وين كان هناك جمع ملفات تاع اللاعبين، معظم اللاعبين كاين واحدين كان عندهم، كاين اللي يقول لك ما راهش هنا، كاين اللي يكون في عطله، كاين اللي يسمو عطيناهم الوقت معليش، لانهم مهم يلتحقوا بال الاداره. هذا اول اجتماع، هذا الاداره اول اجتماع مع الاكابر، وفهمناهم على الطريقه تاع العمل تاعنا، وهضرنا وتكلمنا على بعض الاهداف مع اللاعبين، وكان هناك استجواب تاع اللاعبين، وداروا واحد الافكار دخلنا لهم في رصانهم واحد الديزيني. ان شاء الله شفنا باللي تفاعلوا مع الاهداف المسطره من طرف اقلموا مع اقلموا وداو النظره تاع حول الاهداف تاع الاداره تاع اولمبيك مدينه سيدي العباس، وان شاء الله دي لا سيمين بروشين ان شاء الله نقلعوا في ليزونتري باذن الله. ربح ايمن، انت واش سنة عندك؟ واش دوميترو انت اول مره تلعب في 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 صنف اكبر؟ نعم اول مره لعبت. سبق لك لعبت في فرق اخرى في صنف صدر اشباب اشباب الاواصر خارج المدرسه السريعه من بعض سهل بتاع. وهذا العام استاذي انتميت لهذا الفريق اولمبيك مدينه، شو الشيء اللي عجبك في الفريق؟ الثقه تاع المسيرين وجو العائله اللي لقيتها في الفريق. صديق كان اون اونبيونس، هذا هو الشيء اللي رغمك باش الحاجه الاولى اللي عجبني والمشروع تاع الاداره هو الصعود باذن الله. اسمع، عندكم الهدف تاعكم هو الصعود كاع مرحبا. دونك قبل لك كلمه اخيره تقولها لنا سي ياسين. نشكر الاداره على هذه الثقه والزملاء تاعي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن تاع الاداره ونحقوا الصعود باذن الله. واش تقول لنا، واش تقول لنا وعلى المباشر باش تقول لنا الرئيس اللي راه في فرنسا السيد عمر بوزبر، واش تقول له انت وهو يتسنى منكم كل شيء؟ ان شاء الله نكون حسن الثقه تاعه، نتمنى له الصحة إن شاء الله ويزورنا بإذن الله. بارك الله فيك. أنا لعبت، كنت خريج مدرسة الاتحاد العباس، سبق لي لعبت في شباب تيسيرا ثاني،
اللي جيني على الكولج وقعدت مع السينيور مع الشيخ عمر صايب من قبل في السينيور على الشباب في السيرة تاني وهذه العماني في أولمبيك العادي وسط ميدان هجومي صغير المتر انت ميديتي اه وسط ميدان جبنا المشروع من كاين ثاني المدربين والداون دايرين باللي كيف نقود مع لاعبين في هاد اللعب سكوش كيما الشيخ رضوان هذا اللي حفزنا باش ننظموا الاستاديو الاجواء اجواء تاع تاع هذا الفريق اجواء مريحه بي. اجواء مريحه تا هو مشروع ثاني مليح باش تحقيق صعود ان شاء الله. آخر كلمة هي نقول إن شاء الله نكونوا في حسن ظن الفريق إن شاء الله نحقق الصعود. السلام عليكم، معكم اللاعب بن دلة سيدي محمد إلياس، لاعب خط وسط لاعب في وسط الميدان. وجينا اليوم درنا اون ريونيون مع لونترينور و لي زوطخ جوار باش نديرو ان بروغرام لي نبداو بيه الشامبيونا. و بيان سير كنت لاعب ديجا من قبل، لاعب في لي كاتيغوري و نلعب بالون، لعبت الشامبيونا الولائية الشامبيونا الجهوية و نتمنى ان شاء الله هاد الفريق يروح لأبعد مدى و نطلعو ان شاء الله نطلعو سيكسيون ديزاني ان شاء الله نكون في موقع نكون في موقف طالع شويه لهاد النيف ان شاء الله. هذه اول مره في هذا تاع في الاكابر؟ لا لعبت اكابر من لا بريمير دوني تاعي من جينيور وانا لعبت اكابر. جينيور طلعت اكابر في فريق السعاده لعبت في فريق جي اس بي لعبت في المولوديه ولعبت في شحال من فريق. هندر ليمو شكرا وان شاء الله نتمنى التوفيق لهذا الفريق ورايو الحق الاداره اللي راهو واقفه على هذا ليكيب ان شاء الله والله ينجحك ان شاء الله. انا كلاعب في فريق اولمبيك بالعباس ارى ان هناك امل للصعود ونرجو ان نكون في كامل ثقه المدربين والمسيرين وارى ان ستكون نتيجه ان شاء الله. لقد كان هذا أول لقاء يجمع إدارة أولمبيك مدينة بلعباس ولاعبيها الجدد متواعدون للعب الأدوار الأولى وتشريف العقد الذي يربطهم بهذا النادي.